السلام عليكم، كل وعليكم عام وأنتم السلام، بخير جميعا، وعيد شكرا. مبارك إن شاء الله للأمة الإسلامية كلها. بخصوص الوضع في إيطاليا بالنسبة للعيد وبالنسبة للذبائح بشكل عام، لا شك أن القوانين بشكل عام يعني تضبط عملية الذبح وتستوجب مسألة الصعق والإجراءات التي معمول بها في تقريبا في كل أوروبا، ولكن خاصة في العيد، خاصة في العيد أو فيما يتعلق بذبائح بالمسلمين المجازر الإسلامية، هناك إمكانية يعني يستطيع الجزارون يعني بائعي اللحوم أو المواطنون يعني من المسلمين خاصة في مناسبة العيد أن يتفقوا مع أماكن الذبح. فهناك مسالخ لديها عمال مسلمون، وبالتالي يذبحونهم للمجازر الإسلامية، وفي مناسبة العيد يعني يكونون هم من يتولى الذبح للجالية. في هذه الحال يعني هناك إمكانية، وهذا ليس هذا في يعني في يرتكز خاصة على اتفاق بين الأفراد أو الجمعيات ومع المسالخ التي تسمح لهم بذلك، ويقع اتفاق. بطبيعة الحال هناك نقيص دائما كذلك على الجالية اليهودية أو الأقلية اليهودية هنا. لا شك أن لديهم أن تحترم رغبتهم يعني في الذبح بطريقتهم وتراعى، وهي قريبة جدا بطبيعة الحال من الطريقة الإسلامية. فبشكل عام هنا في إيطاليا يعني يوجد هناك فسحة، وإن كان هنا يعني لا يخلو الأمر من متابعة ومن مراقبة في كثير من الأحيان، ومن يجدونه يعني يذبح بشكل في أماكن غير مرخص لها أو في أماكن غير مرخص لها، فهذا بطبيعة الحال يتعرض إلى العقوبات ويتعرض إلى المتابعة.